أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلابي طلاب الصف السابع في جولة تعريفية لمادة التربية الوطنية من الصف السابع للفصلين الدراسيين الأول والثاني. قبل أن أبدأ لابد من التعريف بنفسي، فأنا المعلمة بيان جابر، حيث سأكون معكم إن شاء الله في رحلة من التوجيه والدعم والإرشاد بما يتناسب مع مضمون ومحتويات المادة، ولكن احرص تماما على تقديم الجهد والعمل اللازمين واللذان من شأنهما أن يوصلاك للنجاح الذي تريده. إذن هدفنا اليوم هو أهمية دراسة هذه المادة والتعريف بكتاب التربية الوطنية ومحتويات هذا الكتاب. بداية وعند دراسة أي كتاب لابد من وجود هدف لذلك، فعندما نقول التربية الوطنية هي إحدى العمليات الهادفة والمقصودة لتنمية المشاعر والعواطف الإيجابية تجاه الوطن حتى يزيد اعتزاز الشباب بوطنهم، ومن ثم يسعوا إلى المحافظة عليه وعلى مكتسباته ويساهموا في نهضته، حيث تعتبر التربية الوطنية هي إحدى الوسائل التي تعتمد عليها المؤسسات التربوية في تنمية وتحفيز مفهوم الولاء والانتماء لدى الطلاب. ولكن ما هي الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها من خلال دراسة التربية الوطنية؟ نحاول تعريفكم أعزائي الطلاب بالوضع السياسي السائد في البلد، ونوضح أهمية مشاركتكم في القرارات السياسية، و الهدف الأسمى أيضاً من التربية الوطنية هو أننا نريد إعداد مواطن صالح، وهذا ما يرتبط برؤية ورسالة المدرسة الأمريكية الحديثة، كما نغرس أيضاً إلى حب الوطن ونعمل من أجل رفعته ونهضته في نفوسكم أعزائي الطلاب، ونوضح بعض القضايا أو أهمها التي يعاني منها الوطن في الوقت الحالي، حتى يزيد إحساسكم بالمسؤولية تجاه الوطن. إذن مسؤولين، وهي إحدى سمات متعلم البكالوريا، وتنمية أسلوب الحوار الفعال وإكساب الطلاب القدرة على المشاركة في المناقشات التي تتعلق بقضايا الوطن، وتوعيتهم بدورهم في إرساء الاستقرار في الوطن وضرورة الالتزام في القوانين المسنونة، وتوضيح أهمية الخدمات الإلكترونية وضرورة المحافظة عليها، وتحفيزكم أيضاً للمشاركة في الأنشطة الوطنية سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الإقليمي. ولتحقيق هذه الأهداف يدعمنا الموضوعات التي ترونها أمامكم، وهي موضوعات الفصلين الأول والثاني، وهي مقسمة كما ترون في وحد. فالوحدة الأولى هي بعنوان الدولة الأردنية النشأة والحداثة، فمن الطبيعي أن تعلم نشأة الدولة الأردنية وكيفية قيامها والتحديث الذي صار، لأنه لابد من وجود دائما تغييرات في الدولة. والحقوق والحريات العامة، فلا بد أن تعلم ما هي حقوقك وما هي واجباتك أيضا، ورموز وطنية، كرايات وطنية، سلام ملكي، شعار المملكة، ومناسبات البلد الوطنية. أما موضوعات الفصل الدراسي الثاني فهي كما ترى العيش المشترك، نتعلم من خلالها أهمية قبول الآخر، المواطنة الفاعلة، المساواة وعدم التمييز. أما الوحدة الثالثة هي التغير الاجتماعي، طبيعة التغير، التغير الاجتماعي وعوامله، مشكلات التغير الاجتماعي والتغير الاجتماعي تحديدا في المجتمع الأردني، وأنت تعلم أيضا أن
التوسع العمراني والسكاني، تعدد الجنسيات، وانتشار التكنولوجيا ساهم في تغير المجتمع تغير كبير جدا. هذا ما سنناقشه سوية. ثم التربية الإعلامية والمعلوماتية. أما الوحدة السادسة فهي بعنوان السيرة الحضارية، وتتحدث عن مكانين في الأردن وهما عمان وإربد، ولا بد من وجود أسئلة تقيم فهمك لموضوعات هذه الدروس. أنوه عزيزي الطالب بأن هناك صفحة لدرس، لكل درس يتم شرحه على المنصة التعليمية. يوجد فيها الكثير من المصادر التعليمية والأنشطة التفاعلية والتقييمات الذاتية، وربما أحياناً نضع ركن قراءة تستطيع الرجوع إليه يشمل موضوعات هذا الدرس. وهذه الصفحات من شأنها أن تجعلك تفهم الدرس بطريقة أفضل. وأذكر أن هناك صفحة مصادر خاصة بهذه المادة وموضوعة لكم أيضاً في أسفل كل وحدة، تستطيع الرجوع لها متى أردت، وخاصة عندما نطلب منكم مشاريع مرتبطة بهذه الدروس. كما ترى عزيزي الطالب فإن هذا هو شرح بسيط جدا لأبرز محتويات وموضوعات كتاب التربية الوطنية الذي سنقوم بدراسته سوية. ولا تتردد في إرسال أي سؤال أو استفسار عبر البريد الإلكتروني أو عبر المنصة التعليمية إذا جد عليك شيء، وسأكون دائما بجانبكم ودائما إلى صفكم. أشكر استماعكم وأتمنى أن أكون قد قدمت ما فيه الفائدة. طبتم وطاب يومكم بكل أمل وحب.